942 في المجموع مستفيدين. 42 ها 940. إذن معنا سي أحمد وهوب النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية والمسؤول عن الشؤون الاجتماعية داخل هذا المجلس الجماعي. سي أحمد وهوب السلام عليكم. وعليكم السلام. وفي إطار الرأي والرأي الآخر طبعا سي وهوب علمت أنه كانت واحد شبه شكاية أو الشكاية الواحد للمواطنين من مدينة المحمدية وفاعلين جمعويين بخصوص توزيع الأدوات المدرسية لفئة ما. نريد في بداية أن نوضح في أي إطار هذا العملية هذه. شكرا للإخوان ديال المحمدية بريس على التواصل. طبعا انا كنت في دار الثقافه وكنت كنسمع اصوات ديال المواطنين اللي كنتم متصلين بهم وكيشكيوا من يعتبرونه حيفا في حقهم. نعم. اولا هاد المواطنين عندهم الحق يعبروا على الاراء ديالهم ويعبروا على الحقوق ديالهم كذا، ولكن المنتخبين ايضا عندهم الحق انهم يوضحوا للناس اشنو كاين. صحيح. هذه العملية هذه هي عملية قديمة في مجلس المحمدية. نعم. بدأت صغيرة وفي الحقيقة ما زالت صغيرة. بعكس ما يقال ميزانية ديال هذه العملية هي هذا العام فقط 80,000 درهم، بعد ما كانت في السنة الماضية 50,000 درهم. السنة الماضية كانت 50,000 درهم، في هذه السنة 80,000 درهم. وما وصلناش للمستوى اللي كانوا وزعوا دابا اللي هو 20 دفتر من مختلف أحلام صغيرة ماشي كبيرة. نعم. 20 دفتر لكل مستفيد إلا بإضافة ما تبقى من السنة الماضية إلى هذه السنة. نعم. ورسلنا أعضاء المجلس وموافقة الرئيس أننا نضموا هذاك الشيء اللي بقى في السنة الماضية لهذه السنة باش نعطي للناس واحد الكمية محترمة، لأنه في السنة الماضية كانت 9 دفاتر لكل مستفيد، يعني شيء لا كنا نخجل من أنفسنا ونحن نسلم ذلك للمواطنين. إذن هذا من جهة. إذن ميزانية مش كبيرة، ميزانية صغيرة جدا في بالنسبة للخصائص الموجود في مدينة المحمدية. طبعا هذه الميزانية هذه ما يمكنش تغطي جميع أنواع الخصائص اللي كاينة ولو في حي واحد. نعم. إلا بغينا نغطي واحد حي واحد راه ما تقدوش هاد 80,000 درهم. طبعا أشنا هو كيف مسطرة الاستفادة؟ نعم. قبل ما نتكلموا في مسطرة الاستفادة، ماذا يستفيد الشخص أو الأسرة أولا؟ هذه المحفظة هذه ما على ماذا تحتوي؟ لا توجد محفظة ولا توجد لوازم مدرسية. نعم. توجد دفاتر مدرسية فقط. كنعطيوها للإنسان في الدو ولا نشوفوا ليه شي حاجه فاش يدير. يعني محاولة بسيطة. إذن مساهمة ديال المجلس طبعا في علاقته بالميزانية كما كنقولوا زيد الماء زيد الدقيق. لو كانت عند الجماعة موفرة إمكانيات أكبر. نعم. لا كانت ربما الصورة تتغير أحسن من الآن. وتاخذ شكل محفظة. نعم. محفظة، وإن كان احنا الأساسي. نعم. هو نعطيه للتلميذ ولا لرب العائلة نساهموا معاه واحد شوية باش يدير، لانه يا مواطنين كيقولوا لينا واه خصني الدفتر الطويل، خصني كذا. كنقولوا له ودي راه هذا الشيء اللي كاين راه هو اللي كنعطيو لجميع المواطنين، وحنا ما عندناش امكانيات باش نمشيو عند كل اسره ونشوفوا شحال عندها تاع المتمدرسين وهذا الشيء ما غاديش يخرجنا. لذلك نعطي نسلم مساهمه مدرسيه، مساهمة ديال المجلس. نعم. هي اللي في إمكاننا نديرو لحد الآن. إذا دفاتر حتى بدون أقلام ربما. بدون أقلام دفاتر فقط. عندما نسمع الدفتر نقول قلم غريبة شوية ولكن محاولة. القلم ماشي مشكل. نعم. هاد حسب تقدير اللي درنا كل مواطن كيستفد من 115 درهم فقط. 115 درهم هي الميزانية ديال هذاك الحصة اللي كياخذها كل مستفيد أو مستفيدة. إذا هذه عملية مدرجة في ميزانية الجماعة مصادق عليها المجلس. نعم. الصورة كيفاش توزع عارفها المجلس وغادي يرجع عليها. عدد الدفاتر اللي غتعطى لكل مستفيد مصادق عليها مكتب المجلس. نعم. مصادق عليها مكتب المجلس. نحن في استشارة دائمة مع السيد الرئيس
والامور كتمشي هكذا، الامور كتمشي بهذا الشكل. المسطره حسب في تاريخ المحمديه نعم في الاول كانت تسلم هذه الدفاتر للمستشارين وهم يوزعوها بمعرفتهم بمعرفتهم على المواطنين. نعم نعم على المواطنين وكيوجدوا لائحه ويجيبوها للمجلس. وبالنسبه لهذه السنه انا تابع، لكن كانت ملاحظه ديال في احدى المجالس السابقه، كانت ملاحظه ديال المجلس الجهوي للحسابات يقول بانه لا يمكن تسليم الدفاتر، لا يمكن تسليمها الا من طرف المستفيد منها مباشره، ولهذا لجأنا الى اعداد لوائح. وهذا الطلب ديالي وزعوا اعضاء المجلس مازال حتى الان، حتى في مجلسنا كيقول لك السيد عطيونا حنا نتصرفوا. وهذا موضوع غادي نرجعوا ليه في المناقشه ملي نكونوا في المجلس، شنو هي الايجابيات ديالو، شنو هي السلبيات، شنو هي السلبيات ديالو. اذا دابا المجلس خلال جوج انتدابات ثلاثه هذه ولا اربعه عاد كيهيئ لوائح ويسند اعدادها لاعضاء المجلس. اذا الا كاين شي خلل في اللائحه يتحمله عضو المجلس. حنا ما عندناش حق ندخلوا فيه نقول علاش جبتيها هكذا ولا ما جبتيهاش هكذا. نعم. ولكن بصفه عامه اعضاء المجلس ما عندهم درايه، عندهم معرفه بالناس، عارفين كذا، عارفين. ما يمكنش عاوتاني نقولوا راه عضو المجلس لا يستعمل الا المحاباه، خاصه دابا راه ما كاين لا انتخابات لا والو. نعم الامور عادي. اذا نرجعوا للسؤال المهم اللي كيتطرح بحده، من المستفيد؟ من هي الفئه التي تستفيد على وجه الخصوص من عمليه توزيع الادوات، ادوات دفاتر جماعه المحمديه؟ هذا عنده علاقه عنده علاقه بالسؤال، في هذا الشيء اللي كنا نتذكروا عليه. نعم. سابقا اذا عضو المجلس كيعرف الناس اللي في حاجه حل. كيتصل بهم وكيسجلهم نعم. ما كايناش هو بينه وبين الساكنه كيوجد اللائحه ديالو كيوقعها وكيجيبها لينا حنا. يعني هذه ما تحتاج واحد، ما تحتاج يعني هذه العمليه هذه ما تحتاج كما قالوا المشتكين قبل هذه الساعه انه خاص تكون واحد ديمقراطيه تشاركيه ويدخلوا فيها الجمعيات ديال الاباء ديال المدارس وايضا جمعيه المجتمع المدني، يعني كتبقى فقط حكرا على المستشارين. احنا واش بغيتي الصراحه؟ صراحه بينسير. انا والله ما كرهت تكون هذه الديمقراطيه التشاركيه، انا اكثر من هذا الشيء. نعم. ما كرهتش نعطيه المجتمع المدني هو يوزع على الناس ونشوفوا كيف كيف سيخرجوا من المأزق اللي كاينين فيه حنا دابا. نعم. اذا الموضوع هي مساله معقده نقدر نقولوا. لا ماشي معقده، اولا الديمقراطيه التشاركيه عندنا في المحمديه مازال معاقه، مازال ما انطلقاتش. انتم كتعرفوا كتعرفوا الوضعيه، مازال البنيات الاساسيه ديالها ما موجوداش. حنا غدا الى توجدت مقاربه تشاركيه بالتاكيد غادي تغير الصوره، وخص المجلس خص نقنعوا المجلس من خلال الهيئات اللي هي مختصة في المقاربة التشاركية، نخصوا المجلس أنه يغير النظرة. حيت دابا هادشي اللي كنديروا أعضاء المجلس راه مستندين على مقررات ديال المجلس، مستندين على العرف ديال المجلس، مستندين. إذا غدا إلا كانت واحد المقاربة أخرى لابد أننا سنسعى إلى تغيير المقاربة. أنا لا هادي ولا مساعدة رمضان، والله ما نكره أن المجتمع نفسه، المجتمع المدني نفسه هو نسندوا ليه هو يوزع ياخذ البادرة ولكن خص يوافق المجلس ودوز الدورة دوز الدورة يكون. إذا يعني باين أنا مع المقاربة التشاركية في المحمدية، مازال الجهود اللي بذلها المجتمع المدني اللي بذلها المجلس بنسبة ما راه معروفة، ولكن مازال ما انطلقناش انطلاقة حقيقية. نهار ننطلقوا انطلاقة حقيقية هذه المسائل كلها ستضاع على مائدة. إذا وهذا السؤال متى ننطلق؟ كيفاش غادي تفضل البديلة باش أنا ننطلق؟ هذا سؤال باختصار لأنه مهم. هذا موضوع خاصو نقاش أطول، والرأي ديالي أنا راه معروف وسبق لي نشرته. نعم. كاين دابا عوائق في المجلس نتمنى أن نتغلب عليها. نتمنى أن نتغلب عليها. كاين واحد النوع ديال البلوكاج، المسؤوليات فيه راه تقريبا باينه للناس. نعم. شكون مسؤول كذا، ولكن كنظن في هذا السياق نتحدث عن شان اجتماعي لا داعي لان ندخل نعم في التفاصيل حتى لا نؤثر على النقاش. اذا سي احمد وهوب نائب تلكي رئيس المجلس البلدي للمحمديه، كيفاش ترد على ما قاله هؤلاء الفاعلون الجمعويين والمواطنون، وكيف تطفئ ربما غضبهم؟
لا، أنا المواطنين أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم باللياقة المطلوبة وبتوفر المعلومة الصحيحة. ما عنديش إشكال، ما عنديش جواب. يعني الناس راه كتساهم وحنا كنتناقشوا كيف كما انهم عبروا عن رايهم، فانا ايضا عبرت لان صراحه قالوا كلام خطير، قالوا راه الناس اللي مستفيدين من المنصوريه كل الناس جاوا بالكارت كات وخذوا هذه الدفاتير اللي المبلغ ديالهم 2400 ولا شنو هادشي اللي قالوا هما. لا لا هادشي اللي قالوا هما، ما لا لا قالوا هما راه كاين اللي اجي مع واحد يدي الواحد، يعني ما تكونش مقياس. انا في المحمديه في المغرب الا تاكد لي بان واحد عنده كارت كات وجاي باش ياخذ 100 درهم ديال الدفاتير، معنى اننا فضينا في هذا البلاد. فضينا في هذا البلاد. ولكن من الناحيه المسطريه وانا معايا الناس هنا ديال الشؤون الاجتماعيه، حنا نشتغل على لوائح. ملي كيجيب لنا السيد اللائحه وموجود في اللائحه وكيثبت لنا الهويه ديالو راه كنعطيه، ما كنبحثوش على التفاصيل. دابا هذه اللوائح كما قالوا كاين شي وحدين من المنصوريه من خارج التراب ديال المحمديه، هذيك تبقى عندها علاقه بالمستشارين، هما اللي كيختاروا. المستشارين هما اللي دايرين اللائحه، وحتى الحالات اللي كاينه على حساب العناوين حالات محدوده. وملي كنبحثوا ملي كنسولوا كيفاش، كيقول لك اودي انا العنوان ديالي راه في سيدي موسى بن علي، اما ولا في المنصوريه، اما انه ما غيرش العنوان ديال لاكارت، واما انه تربطه علاقه بجماعه المحمديه. كاين اللي حارس ليلي في المحمديه، كاين اللي حارس سيارات في المحمديه، كاين اذا ملي كتبحث كتجد واحد العلاقه. اما الا ما كان دابا ملي كنقولوا هذا حارس ليلي بالمحمديه، يعني انه هو ولا مواطن من مدينه المحمديه. عنده حق راه كيحرسوا سياراتنا، كيحرسوا ديورنا، كيحرسوا من هنا، كيتكاسبوا واحد النوع ديال الحق في نظري. تم خصنا نجازيهم وجهه نظر اجتماعيه صرفه. نعم. اما الامكانيات اللي كاينه هنا مخصصه للناس ديال المحمديه، جماعه ديال المحمديه. وكاين ملاحظات من الجهات المختصه بانه لا ينبغي ان يستفيد من هذه المساعدات الا الناس اللي في المحمديه. اذا عدد المستفيدين كما قلنا 947 ضربها في 20. 47 ضربها في 20، يعني شي 940 مستفيد. فتنا شويه دابا باش تعرف، لحد الان باقيين ما توصلناش باللوائح كلهم. نعم. مع العلم انه الاعلان راه صيفطناه في العشر الاوائل ديال شهر 7. نعم. ومع ذلك مازال اللوائح ما توصلناش بها كامله. اذا واحد العمليه ديال التحسيس هي عمليه ضروريه. نعم. ومعنا دابا ان هذه عمليه اللي خصها تنجز في اسبوع، غادي نبقى مجرجرين فيها واحد الشهر ولا اكثر، وطبعا هذا شيء ماشي هو هذاك. اذا كنشكرك سي وهو صراحه على هذا التوضيح هذا، واللي جاب بناء عليك، لانه صراحه انك شبه كنجهل انه راسي هو المسؤول على الشان الاجتماعي، لان المفروض الراي والراي الاخر. اذا هذه المقابله هذه اللي كتشوفوها هي راه بناء على طلب سي احمد وهو، وهذا في اطار التوضيح. تفضل سي وهو. ولكن كاين مشكل. تفضل. انا ما لا لم استسغ، اسمح لي، ما قبلتش انه صحفي. نعم. موجود في باب دار الثقافه كيسجوا بناس شكايات ديال المواطنين، وكيستمع لشكايات ديال المواطنين، وهاد المواطنين كانوا كيقولوا ما كاين حتى مسؤول هنا. لا انا بنيت عليها، قالوا ما كاين حتى شي مسؤول، قلت ما كاينلاش غادي. المسؤول كاين، كاين منهم اللي قالوا ما كاين حتى شي مسؤول، راه شافوني ملي دخلت. شافوني. انا صراحه ما شفتكش. نعم. اذا هذا طالب التوضيح، ما يمكنش. الراي والراي الاخر. الراي والراي الاخر ضروري، وهو من توابيت الديمقراطيه الحقيقيه. وداخل التشاركيه الديمقراطيه اللي كان كيطالب بها الاخواني. اذا كنشكرك سي وهو بزاف. كنشكرك بزاف. والى لقاء ان شاء الله. اشاره وسائل الاعلام المحليه في كل ما يهم الشان الاجتماعي. طبعا يتحدد الاطار. نعم. مستعدين نجاوبوا. وبهذه المناسبه بغيت نحيي كثير القسم التنميه البشريه والاخوان ديال الشؤون الاجتماعيه، لانهم كيجيو هنا مرابطين. نعم. من الساعه التاسعه الى الساعه الواحده كاين المواطنين اللي كيتكلموا مزيان وكنشكرهم وكنحييهم، وكاين المواطنين اللي كيجيونا شويه ماشي وما كنسعفوا معاهم حتى نفهموهم. ولكن عندنا غير واحد المشكل، دابا مواطن كيجي عندك السؤال الاول اللي كطرح عليه من بعد ارى لي البطاقه، تقول لي شكون مسجلك؟ ما كيعرفش. وهنا خصك هذيك 47 لائحه كلها خصك تصفحها باش توجد الاسم ديالو. اذا هذه
هذه مشاكل ولكن حنا كنتغلبوا عليها وعندنا إذن مهمة صعبة. السي ولا يدريس أقريال ولا السي يوسف مدربين على هذا الشيء ودايرين الخاطر مع الناس من هذا المنبر هذا كنشكرهم جزيل الشكر ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم منهم من عنده حياة قديمة ومنهم من عنده حياة جديدة نتمنى التوفيق للجميع. ماهوش يبان فدل هذا هو المفروض هذا هو العمل الاجتماعي المفروض ماشي ضروري خاص. شكرا لكم شكرا للحضور وحنا راه نشارككم وحنا المواطنين راه لا نطلب منهم الا الانصاف ولا بانت فيهم شي حاجة يقولوا لنا ما عندناش مانع نقوموا ما يمكن تقويمه ولكن التقويم راه خصو الاليات ديالو. نعم شكرا لكم شكرا للمجلس البلدي ايضا.